السيدة أم محمود تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا فضيلة الشيخ. نعم وفضل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين دايما يا رب. الله يبارك في حضرتك. بسأل حضرتك. تفضل. زوجي ساب شقتين. وبعدين الأولاد معايا ثلاث بنات وولد. هو الله يرحمه كان عايز يعمل وصية يدي شقة للولد ويسيب الشقة الثانية للثلاث بنات. بس ما عملش كده. فانا ذكرتهم بكده وهم شاهدين قالوا لا بس ما عملش. انا كنت شغالة مع يعني انا وهو موظفين وشقة عمرنا احنا الاثنين. بس انا ما كنت يعني هو ونعم الزوج ما كانش بيعرضني لاي شيء. كان ايه كل حاجة يكتبها باسمه. فالميراث مكتوب باسمه الشقتين. انا طبعا يعني اعوذ بالله من كلمة انا قلت لهم يبقى التراضي بينكم. فهم رفضوا. فهل انا لو وصيت بالميراث بتاعي من جزء منه ان انا اكتب وصيه لابني يعني هم لما لقوني قلت لهم خلاص حد نصيبي لابني عشان ايه يبقى اللي باقي عليه مبلغ بسيط يديهولكم. طيب ورفضوا. فهل انا لو وصيت قالوا لا لا بعد عمر طويل ليكي نبقى نبيع. فهل انا لو كتبت له وصيه ان هو بعد ما ماتي ياخد الورث بتاعي هل فيها اسم عليا؟ اجاوب على حضرتك. بصي بس الاول خالص حاجة ام محمود. بصي حاجة ام محمود انت عايزة تكتبي وصية لابنك تنفذي فيها رغبة زوجك بان انت تديله نصيبك اللي هيفضل عندك تديله نصيبك كله فتكتبي له كأنك هتكتبي له كل تركتك يعني. يعني هو انا ليا التمن. استني بس لا 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 ساعتها عشان ارفع له نصيبه ساعتها هتكتبي له التمن اللي هو طبعا وحيد وما فيش هو الصغير. يا ام محمود ايوه انت هتكتبي له بيع وشراء وانت عايشه ولا هتكتبي له وصيه بعد الوفاه؟ ما هم مش عايزين يبيعوا لما لقوني قلت حد نصيبي لابني يا حاجه قالوا مش هنبيع. يا حاجه انت عايزه تكتبي له نصيبك وانت عايشه ولا عايزه تكتبي له نصيبك وصيه لما تتوفي ربنا يديكي طولة العمر مع حسن العمل؟ ربنا يبارك في حضرتك. والله الافضل ايه يا فضيله الشيخ؟ طيب انا هجاوب على حضرتك. بصي يا ستي اولا الوصيه دي بدل هم ما اقروش بيها مش واجب عليهم ان هم ينفذوها وهم بيقولوا احنا ما سمعناش الوصيه دي. وحتى لو سمعوها ما تنفعش الوصيه تتقسم بيها كل التركة. لكن الوصية هتنفذ في حدود التلت بس مش هتنفذ في كل الايه في كل التركة وهتبقى في حدود التلت. اما اللي انت بتقولي عليه دوت الاولى عشان نخرج من المنازعة ان انت لو عايز تصرفي تصرفي في حياتك. لان انت ده التمن بتاعك ده لو كان كل تركتك يعني كل اللي هتورثيه هو التمن ده مش هتنفذ الوصيه غير في التلت بس تلت التمن ده بس. فانت لو عايزه تتصرفي هل من حقك ان انت تتصرفي في نصيبك من الشقتين اللي سابهم زوجك وتدي نصيبك ده لابنك اللي هو الصغير اللي محتاج تكميل التعليم وكده؟ اه من حقك لان ده تصرف في حال الحياه. والتسويه ما بين الاولاد في العطيه ليست واجبه. ليه؟ لان الشخص كامل التصرف اللي مش محجور عليه واللي هو عنده سعة يجوز له ان هو يتصرف. وان كان الاولى انه يسوي ما بين اولاده. لكن انت لو عملت كده هل هتكوني ظالمة؟ وخاصة وابنك عندك معنى مختلف عن بقية بناتك مش عشان هو الولد لكن هو عشان عنده معنى انه محتاج انه ينفق عليه في تعليمه عنده احتياج اكتر. ينفع ان انت تكتبي له توهبي له في حياة عينك وده جائز. وخاصة ان هو عنده معنى اضافي يمكن ان انت تعملي ده علشان تجبري الاشياء اللي هو ما حصلهاش في حياة والده.